السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنحكي الكيميكال ترانسميشن. الكيميكال ترانسميشن الحقيقة هو موضوع مهم جدا أصلا في الطب كله، وإحنا بناخد الجزء بتاع اللي يخصنا في الأوتونوميك نيرفس سيستم. طيب إيه هو الكيميكال ترانسميشن؟ لو إحنا فكرنا كده إن إحنا عندنا الأوتونوميك نيرفس سيستم هو تو نيرون سيستم، لازم بيكون عندي الاول فيرست نيورون اللي هو في الاوتونوميك اسمه بري جانجليونيك، وعندي السكند نيورون اللي هو البوست جانجليونيك. البري جانجليونيك نيورون كان بيعمل جانكشن مع البوست جانجليونيك او بيساينابس مع البوست جانجليونيك في حاجه اسمها جانجليون لو تفتكروا. طيب احنا عندنا البري جانجليونيك فايبرز لما كانت بتطلع من السنتر كانت بيمشي فيها، بتبقى استيميليتد. يعني ايه استيميليتد؟ يعني ماشي فيها كهرباء، يعني النيرون بتاعي دلوقتي ماشي فيه الكتريكال امبلس. ماشي فيه ايه؟ الكتريكال امبلس. الالكتريكال امبلس دي اللي لو نفتكر اللي هي كانت الاكشن بوتنشال. الالكتريكال امبلس اللي كانت هتمشي في النيرون بتاعي كانت اللي هي الاكشن بوتنشال، كانت الامبلس دي الكهرباء دي بتمشي في النيرون. طب لما تمشي في النيرون وتوصل عند النيرف اندنجز اللي هو الاخر جزء في النيرون، هل الامبلس دي او الكهرباء كانت هتجمب، كانت هتعرف تنط وتعدي السينابس علشان تستيميليت ذا بوست جانجليونيك نيرون؟ الحقيقه ما كانش ده بيحصل او مش هيحصل. لو حد تخيل ان الامبلس هنا او الكهرباء هتجمب من البري جانجليونيك للبوست جانجليونيك فده غلط. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان وصول الكهرباء في التيرمينال اندنج عندي في السينابتيك نوب في الجزء ده بيفتح فيسيكلز، بيخلي بي فيسيكلز هنا تفتح وتخرج كيميكال سبستنس، تخرج ماده كيميائيه. هذه الماده الكيميائيه هي اللي بتروح تستيميليت البوست جانجليونيك نيرون او تروح تستيميليت ذا سكند نيرون. يبقى تاني احنا هنا الفيرست نيرون بتاعي حصل له ستيميليشن ومشيت فيه كهرباء، الكهرباء قلنا مش هتجمب، مش هتعرف تجمب للسكند نيرون وتعمل له ستيميليشن. امال هيحصل ايه؟ هيحصل ان الكهرباء دي هتفتح فيسيكلز، هتفتح فيسيكلز، والفيسيكلز دي هيخرج منها كيميكال ترانسميترز او هيخرج منها كيميكال سبستنس. الكيميكال سبستنس دي هي اللي هتروح تستيميليت ده سكند نيرون، وساعتها الاستيميليشن ده هينتج عنه رياكشنز هنا في النيرون. طبعا النيرون ده ممكن يكون مش نيرون، ممكن يكون افكتور اورجن زي ما احنا اتفقنا. احنا عندنا بيبقى فيه بري جانجليونيك نيرون جانكشن بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك في جانجليون او ساينا وعن في سايت اوف جانكشن، وممكن كمان البري جانجليون البوست جانجليونيك كمان هي ساينابس او هيعمل جانكشن مع ايه بقى؟ مع الافكتور اورجن. فده ممكن برضو يبقى عند الافكتور اورجن، يعني مش لازم يكون نيرف او نيرون. كمان انا كاتبه لكم هنا بري سينابتيك نيرف وبوست سينابتيك نيرف، مش كاتبين بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك. ليه؟ علشان الحكايه دي بتحصل في اي جزء في النيرفس سيستم عندي، اي سايت اوف جانكشن بين نيرف ونيرف تاني، بين نيرون ونيرون تاني، دوت كل ده يعني بيحصل عامه ات جنرال. يعني اللي انا بشرحه ده از جنرال بيحصل في كل النيرفس سيستم بتاعي، مش بيحصل بس في الاوتونوميك نيرفس سيستم. فاحنا عامه اسمه بري سينابتيك نيرف وبوست سينابتيك نيرف، فيرست نيرون وسكند نيرون. يبقى تاني الامبلس اللي احنا هتمشي في البري جانجليونيك فايبرز او في البري جانجليونيك نيرون هتطلع نيورو ترانسميترز، هتطلع كيميكال سبستنس، والكيميكال سبستنس دي هي اللي هتروح تستيميليت البوست جانجليونيك نيرون. العمليه دي بيسموها كيميكال ترانسميشن، دي اللي بيسموها الكيميكال ترانسميشن، ان انا نقلت الامبلس بتاعتي من النيرف ده للنيرف ده بكيميكال سبستنس، فسموها كيميكال ترانسميشن، لان مرور الكهرباء هنا اسمها الكتريكال ترانسميشن، انما مرور الكهرباء هنا او مرور الامبلس هنا بتبقى بكيميكال سبستنس فسموها كيميكال ترانسميشن. وبالتالي السبستنس اللي بتخرج تعمل الترانسميشن ده سموها كيميكال ترانسميترز، سموها كيميكال ترانسميترز. وتعريف الكيميكال ترانسميترز بتاعي هو الكيميكال سبستنس، الكيميكال سبستنس اللي بترانسميت
الاكتيفيتي بتاعت الفيرست نيرون توصلها لي another نيرون او second نيرون او effector organs. يعني هي السبستنس اللي بتوصل بترانسميت الاكتيفيتي بتاعت first نيرون او one نيرون to another نيرون or to effector organ. الكيميكال ترانسميترز is a chemical substance in which activity of one neuron بتتنقل transmitted to عند ال end بتاعها طبعا to another neuron أو to an effector organ. وهنا بقى يجي السؤال المهم، هي ايه الكيميكال ترانسميترز اللي موجودة عندي في الاوتونوميك نيرفس سيستم؟ طبعا احنا مش هنقول الكيميكال ترانسميترز في النيرفس سيستم كله لان هي كتيرة، احنا بس هنقول بكم الحقيقة في السيستم ده موضوع ليه كيميكال اللي في الاوتونوميك ترانسميترز. فالاوتونوميك نيرفس سيستم جدا في تو كيميكال ترانسميترز، اول واحد اسمه اسيتايل كولين، اسمه اسيتايل كولين، ده من اشهر النيو ترانسميترز او الكيميكال ترانسميترز في الجسم اسيتايل كولين. النيو ترانسميترز الثاني او الكيميكال ترانسميترز الثاني اللي هو نور ادرينالين، نور ادرينالين، نور ادرينالين، واللي اقل منه او بيطلع الاوتونوميك نيرفس سيستم او الاوتونوميك نيرونز بتطلعه بس بفيو اماونتس اسمه ادرينالين، اسمه ادرينالين. يبقى انا عندي كيميكال ترانسميترز اولاني اسمه اسيتايل كولين، وعندي واحد تاني اسمه نور ادرينالين اند ادرينالين. دولت التو كيميكال ترانسميترز اللي بيبقوا ريليزد من الاوتونوميك نيرونز. طيب بيطلعوا فين بقى؟ هو ده السؤال التاني، السايت اوف ريليز اوف ذيس اوتونوميك ترانسميترز او كيميكال ترانسميترز بتطلع فين بالظبط؟ ليه؟ لان انا لو انا بصيت على الرسمه دي هلاقي انا عندي هنا الباراسيمباثيتك بيبقى فيه بري جانجليونيك نيرون وبوست جانجليونيك، وعندي السيمباثيتك نفس الشيء بيبقى فيه بري جانجليونيك نيرونز وبوست جانجليونيك، وعندي كمان السيمباثيتك كان بيدي جلاند مهمه جدا كان بتاكت كموديفايد سيمباثيتك جانجليا لو تفتكروا اللي هي الادرينال مضله، برده كان بيروح لها بري جانجليونيك نيرونز وكانت برده هي هتطلع في الاخر كيميكال ترانسميترز. وكمان الكابيريفيرال نيرفس سيستم السوماتيك برده هنحطه معانا علشان هو مهم جدا نربطه بالاوتونوميك. السوماتيك نيرفس سيستم كان برده بيطلع موتور نيرون، الموتور نيرون دوت كان بيطلع برضو chemical transmitters at its end. ايه هو بقى الchemical transmitters اللي بيطلع عند كل end من النيرونز دي عند at each end؟ هو ده اسمه site of release of the chemical transmitters. اول site of release اللي هو عند الاوتونوميك جانجليا. عند الاوتونوميك جانجليا لقوا ان chemical transmitters اللي بيطلع هو اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بيطلع في الاوتونوميك جانجليا اللي بتبقى سبلايد او بيطلع بيخش فيها الباراسيمباثيتك بري جانجليونيك نيرون. كمان السيمباثيتك بري جانجليونيك نيرونز برضو بيبقى الكيميكال ترانسميترز فيها برضو بيطلع منها الايه الاسيتايل كولين. نفس الشيء الادرينال مضله بيروح لها بري جانجليونيك فايبرز، البري جانجليونيك فايبرز اللي بتروح لها بتطلع اسيتايل كولين. والسوماتيك اللي هي الموتور نيرون برضو ات ايتس اند التيرمينال اندنجز بتاعته بيخرج منها برضو كيميكال ترانسميترز اسمه اسيتايل كولين. يبقى انا عندي الاوتونوميك جانجلي عامه وده الفيرست سايت بتاعي بتطلع اسيتايل كولين. اسيتايل كولين بيطلع من كل الاوتونوميك جانجلي، كل انواع الاوتونوميك جانجلي اللي هما ايه؟ اللي هما السيمباثيتك تشين بتاعتي اللي هي اسمها اللاترال جانجليا، عندي الكولاترال جانجليا اللي كانت ميد واي بين السيمباثيتك وبين التيرمينال، وعندي التيرمينال جانجليا. يبقى انا عندي 3 جانجليا اللي هما الثلاثه اوتونوميك جانجليا بيطلعوا كلهم عند الاوتونوميك جانجليا. البري جانجليونيك فايبرز بتاعت اللي بتخش في الاوتونوميك جانجليا دي بتطلع اسيتايل كولين علشان تستيميليت ايه البوست جانجليونيك نيرون. طيب البوست جانجليونيك نيرون بقى هيطلع ايه؟ سواء البوست جانجليونيك
باراسيمباثيك او سيمباثيك او ما عنديش بقى السوماتيك، لان السوماتيك هو مش تو نيرون سيستم انما هو وان نيرون سيستم، فما عنديش بوست جانجليونيك في السوماتيك، انما عندي بوست جانجليونيك في الباراسيمباثيك، عندي بوست جانجليونيك في السيمباثيك. هيطلعوا ايه؟ لقوا ان البوست جانجليونيك اللي بيودي الباراسيمباثيك او يعني بتاع الباراسيمباثيك بيطلع اسيتايل كولين، بيطلع اسيتايل كولين. يبقى البوست جانجليونيك باراسيمباثيك هيطلع ايه؟ اسيتايل كولين. طب والسيمباثيك مش هيطلع اسيتايل كولين، انما هيطلع نور ادرينالين او نور ايبينفرين، ده الاسم الثاني اللي احنا اتعلمناه قبل كده اللي هو النور ادرينالين او نور ايبينفرين. السيمباثيك بيطلع في معظم السيمباثيك فايبرز البوست جانجليونيك بيطلع نور ادرينالين. امال ايه السيمباثيك ده اللي اخره بيطلع اسيتايل كولين؟ لا عندي اكسبشن، هما لقوا ان في تو اكسبشنز في البوست جانجليونيك نيورونز ما بيطلعوش اسيتايل كولين، وانما ما بيطلعوش نور ادرينالين انما بيطلعوا اسيتايل كولين، اللي هم ايه؟ اللي هم السويت جلاندز، الفايبرز بتاعتي اللي رايحه للسويت جلاندز، والفايبرز اللي رايحه للبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل. الفايبرز اللي بتدي للسويت جلاندز وبتدي للبلاد فيسلز بتاعت السكيليتال ماسل، الاثنين دولت بيطلعوا اسيتايل كولين. يعني السويت جلاندز بيروح لها فايبرز بتطلع اسيتايل كولين، والسويت والسكيليتال ماسل فايبرز بيروح لها اللي هي بلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسلز بيروح لها اسيتايل كولين. الاثنين البلاد فيسلز بتاعت دي او السويت جلاندز دي بيروح لهم اسيتايل كولين مش نور ادرينالين. يبقى دول التو اكسبشن عندي في السيمباثيك، مهم جدا ابقى عارفاهم، مهم جدا بيتسالوا كتير، مهم جدا ايه التو اكسبشن اللي عندي في السيمباثيك اللي ما بيطلعوش اسيتايل كولين، ما بيطلعوش نور ادرينالين وبيطلعوا اسيتايل كولين، اللي هم البوست جانجليونيك فايبرز للسويت جلاندز والبوست جانجليونيك فايبرز للبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل. الادرينال مظله لما بيروح لها البري جانجليونيك فايبرز قلنا ما بتطلعش ايه؟ لو حد يفكرني كده، هي الادرينال مظله كانت بتطلع بوست جانجليونيك نيرون؟ لا، عشان كده احنا عاملين الخط ايه؟ دوت كده، الخط منقط، عشان هو مش نيرون، انما هو ايه؟ الادرينال مظله لما كان بيروح لها البري جانجليونيك فايبرز، ايوه لو فاكرين، برافو، كانت بتطلع بتتحول لسكريتوري سيلز، والسكريتوري سيلز دي اللي كانت بتطلع الكيميكال ترانسميترز، وكانت بتطلع عندي الادرينالين مينلي و 20% نور ادرينالين بس، صح؟ كان الادرينالين اللي بيطلع اللي هو الايبينفرين مينلي من الادرينال مظله، عكس اللي بيطلع من بقيه السيمباثيك فايبرز، عكس اللي بيروح لبقيه الايه؟ الفايبرز بتاعتي بتاعت الجنرال فايبرز بتاعت السيمباثيك كلها، لا اللي بيروح للادرينال مظله بس، بتطلع الادرينال مظله ايه؟ معظم الايه؟ الترانسميترز بتاعها ادرينالين والقليل ايه؟ نور ادرينالين. يبقى كده احنا فهمنا مع يعني نوعا ما كده فهمنا شويه، خدنا فكره عن ايه الترانسميترز اللي بتطلع من الفايبرز بتاعتي بتاعت الباراسيمباثيك او السيمباثيك. الباراسيمباثيك البري جانجليونيك فايبرز بتاعتها، السيمباثيك البري جانجليونيك فايبرز بتاعتهم، كلهم بيطلعوا الاسيتايل كولين از نيو ترانسميترز، اي سي اتش يعني اسيتايل كولين. يبقى انا عندي الاسيتايل كولين بيطلع في كل الاوتونوميك جانجليا، كمان بيطلع في عند الموتور نيرون، في نهايه الموتور نيرون اللي رايح للسكيليتال ماسل في السوماتيك نيرفس سيستم، اللي هو المكان اللي احنا بنسميه نيورو ماسكولار جانكشن. نيورو عشان هو من النيرف للايه؟ للماسل، جانكشن بين النيرف والماسل، عند الجانكشن دي بيطلع الاسيتايل كولين، فبيسموها نيورو ماسكولار جانكشن. في المكانين دول بيطلع اسيتايل كولين نيورو ترانسميترز. يبقى اول مكان اوتونوميك جانجليا، كل الاوتونوميك جانجليا. تاني مكان النيورو ماسكولار جانكشن. بعد كده البوست جانجليونيك نيرون، قلنا السيمباثات الباراسيمباثاتيك برضو بتطلع اسيتايل كولين، انما السيمباثاتيك بيطلع في المجمل في كل الاورجنز تقريبا نور ادرينالين، ما عدا تو اكسبشن كانوا بيطلعوا اسيتايل كولين، اللي هم ايه؟ سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل.
الادرينال مضلة كانت بتطلع الادرينالين، مش النور ادرينالين، اكتر بتطلع الادرينالين. طيب عايزين نعرف بقى الفايبرز دي اللي طلعت الاسيتايل كولين او الفايبرز اللي طلعت النور ادرينالين اسميها ايه؟ سموا الفايبرز دي اللي بتطلع الاسيتايل كولين سموها كولينرجيك فايبرز او كولينرجيك نيرونز. يبقى النيرونز اللي طلعت الاسيتايل كولين سموها كولينرجيك نسبة الى اسيتايل كولين، فسموها كولينرجيك نيرون. مين بقى الكولينرجيك نيرون بتوعي اللي احنا عايزين نعرفهم؟ اول نيرون اللي هو البري جانجليونيك فايبرز اللي بتبقى طالعه من السيمباثيك اوريجين بتاعي، يعني البري جانجليونيك سيمباثيك بتبقى كولينرجيك نيرون. عندي كمان التانية اللي هي البري جانجليونيك بارا سيمباثيك نيرون برضو كولينرجيك نيرون. يبقى البري جانجليونيك الاثنين سيمباثيك ان بارا سيمباثيك كولينرجيك. ليه؟ عشان بيطلعوا اسيتايل كولين، ما احنا خدنا ان الاسيتايل كولين بيطلع عند الجانجليا. طيب ايه السايت الثالث اللي بيطلع كان الاسيتايل كولين؟ البوست جانجليونيك نيرون بتاع البارا سيمباثيك. يبقى الكولينرجيك بوست جانجليونيك نيرون اوف سيمباثيك بارا سيمباثيك. البارا سيمباثيك بوست جانجليونيك كان بيطلع اسيتايل كولين، فبالتالي الفايبر ده هسميه كولينرجيك بوست جانجليونيك. كولينرجيك بوست جانجليونيك. امال البوست جانجليونيك بتاع السيمباثيك حد يفكرني كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع نور ادرينالين، برافو، نور ايبينفرين. فهسميه ايه؟ مش هسميه كولينرجيك، هسميه بما انه بيطلع نور ادرينالين فهسميه ادرينرجيك بوست جانجليونيك نيرون. يبقى انا عندي كده تو تايبس اوف نيرون، واحد نيرون بيطلع اسيتايل كولين فهسميه كولينرجيك نيرون، وتاني هسميه ادرينرجيك بوست جانجليونيك نيرون او ادرينرجيك نيرون عشان بيطلع نور ادرينالين. عندي الكولينرجيك بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك بتوع الباراسيمباثيك، انما عندي السيمباثيك جاست البري جانجليونيك نيرون بتاعه والبوست كان بيطلع نور ادرينالين. دي اول معلومة نبقى عارفينها، ان عندي الفايبرز سموها باسم الترانسميترز اللي بيطلع منها. تاني معلومة، طب النيور ترانسميترز اللي هيطلع من الفايبرز هيروح يستيميليت البوست جانجليونيك نيرون ده ازاي؟ قالك في ريسبتورز موجودة على الممبرين بتاع البوست جانجليونيك نيرون من برة، موجودة عليه ريسبتورز مستقبلات لهذا النيور ترانسميترز بتستقبله وبعدين تبتدي هي تعمل الاكشن على او تستيميليت زي ايه؟ زي بوست جانجليونيك نيرون. فالريسبتورز دي برضو قسموها اكوردنج للترانسميترز اللي بيعمل لها ستيميليشن. فقال لك الريسبتورز اللي هتبقى ستيميليتد بالاسيتايل كولين هنسميها كولينرجيك ريسبتورز زي الكولينرجيك نيرون. فاول ريسبتورز عندي بتبقى ستيميليتد بالاسيتايل كولين اللي هي البري البوست جانجليونيك سيمباثيك نيرون. البوست جانجليونيك سيمباثيك نيرون ده هيبقى عليه ريسبتورز على الممبرين بتاع السل كولينرجيك ريسبتورز، نوعها كولينرجيك. ليه؟ عشان هي اللي هتستجيب للاسيتايل كولين، هي اللي هتبقى ستيميليتد بالاسيتايل كولين. السايت الثاني بتاع الكولينرجيك ريسبتورز اللي هو برضو على الممبرين بتاع البوست جانجليونيك بارا سيمباثيك نيرون، هنا عندي برضو كولينرجيك ريسبتورز. عندي كمان كولينرجيك ريسبتورز على الافكتور اورجن اللي بتبقى سبلايد بالبوست جانجليونيك نيرون بتاع البارا سيمباثيك اللي هو كولينرجيك، لان هو بيطلع اسيتايل كولين والاسيتايل كولين هيروح على الريسبتورز بتاعته اللي اسمها كولينرجيك ريسبتورز. يبقى انا عندي ثلاثة كولينرجيك ريسبتورز، واحدة في البري جانج في البوست جانجليونيك بتاع السيمباثيك، وواحدة على البوست جانجليونيك بتاع البارا سيمباثيك، وواحدة على الافكتور اورجان بتاعة البارا سيمباثيك. امال ده النور ادرينالين هنا اللي هيسبلاي الافكتور اورجان ده اللي هيستيميليت الافكتور اورجان بيبقى الريسبتورز بتاعها اسمها ايه؟ اسمها ادرينرجيك ريسبتورز، اسمها ادرينرجيك ريسبتورز، ادرينرجيك ريسبتورز. يبقى كده تاني نراجع، الاسيتايل كولين كان بيطلع في الاوتونوميك جانجليا بتوعي وده اول سايت عندي،
بيطلع فيه الايه النيورو ترانسميترز الاولاني. الاسايكولين عنده الاوتونوميك جانجليا، الاوتونوميك جانجليا السايت الاولاني بتاع الكيميكال ترانسميشن في الاوتونوميك نيرفس سيستم هو الاوتونوميك جانجليا. This is the first site. ده بيطلع فيه اسيتايلكولين. السكند سايت بتاعي اللي هو البوست جانجليونيك سيمباثيك، البوست جانجليونيك سيمباثيك نيرون كان هيطلع نور ادرينالين مش هيطلع اسيتايلكولين. الثيرد سايت بتاعي اللي هو البوست جانجليونيك بارا سيمباثيك وده كان هيطلع اسيتايلكولين. ده الثيرد سايت بتاعي بتاع الكيميكال ترانسميشن في الاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى احنا كده قسمنا، عرفنا الترانسميترز بتاعتي الكيميكال ترانسميترز بتاعتي اساميها ايه، انواعها ايه. عندي استايلكولين ونور ادرينالين وادرينالين. عندي الريسبتورز بتاعتي، عرفت عندي نوعين من الريسبتورز على حسب الترانسميترز اللي بيبقى استيميليتد بيه او بيعمل لها استيميليشن، اسمها كولينرجيك ريسبتورز وعندي ادرينرجيك ريسبتورز، وعرفنا السايتس بتاع كل واحده موجود فين، وهناخدهم تاني بالتفصيل دلوقتي او بعد شوية. وعندي عرفت ان الفايبرز بتاعتي اللي بتطلع الترانسميترز دي ليها اسامي يسموها اكوردنج للترانسميترز اللي بتطلعه. يعني لو هتطلع استايلكولين كان اسمها كولينرجيك، لو هتطلع نور ادرينالين كان اسمها ادرينرجيك. نبتدي بقى ناخد التايبس بتاعت الريسبتورز. احنا عرفنا ان في تو تايبس اوف ريسبتورز، كولينرجيك وادرينرجيك. اول ريسبتورز هنتكلم عليها اللي هي الادرينرجيك ريسبتورز، والادرينرجيك ريسبتورز فيها تو تايبس من الادرينرجيك ريسبتورز الفا وبيتا. عندي الفا ريسبتورز اسمها الفا ادرينرجيك ريسبتورز وبيتا اسمها بيتا ادرينرجيك ريسبتورز. الفا ام بيتا، الفا ريسبتورز الفا ادرينرجيك ريسبتورز وبنرمز لها بالرمز ده، وعندنا بيتا ادرينرجيك ريسبتورز وبنرمزها برمز ده. الالفا ادرينرجيك ريسبتورز اول حاجه ببقى عايزه اعرفها في الريسبتورز بتاعتي مكانها فين. يعني ايه مكانها فين؟ يعني دلوقتي الريسبتورز دي المفروض انها هتروح تستيميليت، او يعني هتبقى استيميليتد بنيرون، هتبقى استيميليتد بنيرون. النيرون دوت موجود يعني في افكتور اورجنز هيبقى سبلايد بالنيرون ده. طيب الريسبتورز دي موجوده عند انه اورجن، عند انه افكتور اورجن بتروح تبقى ستيميليتد او تعمل ستيميليشن لانه اورجن؟ هي على الممبرين بتاع سيرتن اورجنز اللي هي ايه بقى الالفا ريسبتورز. الالفا ريسبتورز قسموها لتو ريسبتورز، الفا 1 ريسبتورز والفا 2 ريسبتورز. الالفا 1 ريسبتورز دي موجوده على اورجن، اول اورجن اللي هو الهارت، هي موجوده على الممبرين بتاع الافكتور اورجنز اللي هو الهارت. يعني الهارت عليه ريسبتورز اسمها الفا 1 ريسبتورز، وكمان البلاد فيسلز بتاعتي برضو عليها الفا 1 ريسبتورز. السبلين اللي هو كان بيبقى سبلاي باي سمباثيك لو تفتكروا كان برضو بيبقى عليه الفا 1 ريسبتورز. السفنكترز اللي موجوده في الجاسترو انستاينال تراكت واللي موجوده في البلادر، لو تفتكروا كنا قلنا ان في سفنكترز في نهايه كل اورجن في الجاسترو انستاينال تراكت وكمان في البلادر كان في سفنكتر انترنال سفنكتر، دولت عليهم الفا 1 ريسبتورز. يبقى الريسبتورز بتاعتي اللي هي كانت الادرينرجيك ريسبتورز قلنا قسمناها الفا وبيتا. الالفا ريسبتورز دي والبيتا حتى ريسبتورز دول موجودين فين؟ موجودين على الافكتور اورجنز، الافكتور اورجنز بتوعي اللي بيبقوا سبلايد باي سمباثيك نيرفس سيستم. ليه قلتي سمباثيك يا دكتوره؟ علشان هما بيبقوا سبلايد بالادرينرجيك سمباثيك، صح؟ الالفا والبيتا دول بيبقوا سبلايد بالادرينرجيك سمباثيك. فالادرينرجيك سمباثيك فايبرز لما كانت بتروح تسبلاي الافكتور اورجنز دي كانت بتشوف ايه الريسبتورز اللي عليها. عندي على الافكتور اورجن دي اول ريسبتورز الفا ريسبتورز، تاني ريسبتورز بيتا ريسبتورز. الالفا ريسبتورز فيها نوعين كمان، الفا 1 وعندي كمان الفا 2. الالفا 1 ريسبتورز دي كانت بتبقى موجوده على سيرتن اورجنز، مش كل الاورجنز، على الهارت وعلى البلاد فيسلز وعلى السبلين والسفنكترز. بتعمل عليهم ايه بقى الالفا ريسبتورز؟ قال لك الالفا 1 ريسبتورز اكسايتاتوري تو ذيس اورجنز. يعني ايه اكسايتاتوري؟
يعني على الهارت هتروح تعمل ايه لو فاكرين؟ كانت هتزود الكونتراكشن. مش احنا قلنا ان الهارت السمباثاتيك تاثيره على الهارت increasing الكونتراكشن، increasing الفورس اوف كونتراكشن، صح؟ increasing الهارت ريت مثلا، صح؟ مش قلنا كده؟ هي هتروح تزود الكونتراكشنز اوف ذا هارت. يبقى هي الالفا 1 ريسبتورز لما بتبقى ستيميليتد بتعمل ايه في الهارت؟ بتدي افكت شكله ايه؟ بتدي افكت اكسايتاتوري، بتدي افكت اكسايتاتوري. اكسايتاتوري على الهارت يعني ايه؟ يعني بتزود الكونتراكشن اوف ذا هارت. تاني اورجن البلاد فيسلز. طب البلاد فيسلز لما تبقى ستيميليتد الالفا ريسبتورز اللي عليها الالفا 1 بالذات، لما تبقى ستيميليتد الالفا 1 اللي على البلاد فيسلز اللي بتبقى سبلايد باي سمباثيك، تفتكروا هتعمل ايه في البلاد فيسلز؟ هتعمل لها اكسايتيشن برضه، لانها اولويز اكسايتاتوري. الالفا 1 ريسبتورز دايما بتعمل اكسايتيشن في الاورجن اللي هي عليه فلما بتبقى ستيميوليتد. فهتعمل ايه على البلاد فيسلز؟ هتعمل فيها فازو كونستريكشن، يعني كونتراكشن في المسل. هتعمل في المسل كونتراكشن، كونتراكشن في المسل. على السبلين بقى الالفا ريسبتورز، الالفا 1 ريسبتورز لما بتبقى ستيميوليتد بتعمل ايه على السبلين؟ اكسايتاتوري. طب هو احنا خدنا ايه في السبلين سمباثيك كان اكسايتاتوري؟ الكبسول، الكبسول كانت بتبقى كونتراكتد ديورينج سمباثيك ستيميليشن. لو نفتكر كانت بتبقى كونتراكتد، ما هو ده اكسايتاتوري اكشن اللي هو ان انا بعمل كونتراكشن في المسل، اكسايتيشن للمسل. فبعمل كونتراكشن في السموث مسل بتاعت الكبسول السبلين، السبلينيك كبسول، وده اكسايتاتوري اكشن على السبلين. كمان السفينكترز اللي موجوده في الجاسترونتستينال تراكت او في البلادر، السفينكترز دي السمباثاتيك كان بيعمل لها ايه؟ كونتراكشن بانهي ريسبتورز؟ الالفا 1 ريسبتورز. الالفا 1 ريسبتورز موجوده على السفينكترز دي لما بتبقى ستيميليتد بتعمل ايه على الاورجن؟ بتدي ريسبونس ايه؟ ريسبونس الكونتراكشن اللي هو الاكسايتاتوري. يبقى كده الالفا 1 ريسبتورز موجوده في انهي اورجنز عندي؟ سبلايد باي سمباثيك، الهارت، بلاد فيسلز، سبلين، سفنكتر. هارت، بلاد فيسل، سبلين، سفنكتر. عشان نحفظهم اسهل علينا، الهارت بيبقى دايما مع بلاد فيسلز، والسبلين والسفنكتر الاثنين بيبداوا بحرف الاس، فممكن يبقى سهل علينا ان احنا نحفظ اول واحده. الالفا ريسبتورز او الفا 1 ريسبتورز اولويز اكسايتاتوري. احنا طول الوقت بنقول ايه؟ كونتراكشن في الهارت، كونتراكشن في الفيسلز تعمل فازو كونستريكشن، السبلينيك كبسول كونتراكتد، صح؟ السفنكترز كونتراكتد، كل ده كونتراكشن يعني اكسايتيشن. فبالتالي يبقى الالفا 1 ريسبتورز اولويز اكسايتاتوري. الريسبتورز الثانيه اللي هي الالفا 2 ريسبتورز، الالفا 2 ريسبتورز اولويز انهبيتوري. بمعنى ايه انهبيتوري؟ انها تعمل ريلاكسيشن في انهي حته بقى؟ في الوول اوف ذا جاسترو انستاينال تراكت. الوول اوف ذا جاسترو انستاينال تراكت بيبقى inhibited لما الالفا 2 ريسبتورز اللي عليه بتبقى stimulated. دي كده الالفا ريسبتورز اللي موجوده على الاورجنز، الافكتور اورجنز اللي بتبقى سبلايد باي سمباثيك فايبرز، بوست جانجليونيك ادرينرجيك سمباثيك فايبرز. عندي تاني نوع من الادرينرجيك ريسبتورز اللي هو البيتا ريسبتورز. البيتا ريسبتورز اول واحده فيهم اللي هي البيتا 1 ريسبتورز. البيتا 1 ريسبتورز بتبقى على الاورجن اللي هو الهارت بس، يعني موجوده على الهارت، بتسبلاي الهارت. بتعمل ايه على الهارت بقى؟ هي ان اكسايتاتوري زي العاده اكسايتاتوري، والاكسايتاتوري على الهارت هيعمل increasing الكونتراكشنز، الفورس اوف كونتراكشن بتاعتي. هتزود الفورس اوف كونتراكشن، ومش بس هتزود الفورس اوف كونتراكشن، كمان هتزود الهارت ريت، هتزود كمان الهارت ريت، هتزود الفورس اوف كونتراكشن وهتزود الهارت ريت. ودي بيسموها increasing الفورس اوف كونتراكشن، بيسموها اينوتروبيك افكت. اينوتروبيك افكت. increasing الهارت ريت بيسموها كرونوتروبيك افكت. دي مصطلحات كده هتاخدوها ان شاء الله، هتبقى سهل عليكم لما ناخد الكارديو فاسكولار، بس كده نبقى فاهمين يعني ايه. اقول حاجه يعني دراج مثلا اديته فعمل زياده في الفورس اوف كونتراكشن، يقول لك الدراج ده اينوتروبيك، ليه اينوتروبيك افكت. لو اديت الدراج ده وعمل لي انكريزنج في الهارت ريت يقول لك ده ليه كرونوتروبيك افكت. خلاص يعني حاجات كده انتوا عارفين ايه بتوع الطب كده بيحبوا يطلعوا مصطلحات ايه زياده يزودوا على الناس، يعني مصطلحات كتير اكتر يعني. فزياده الفورس اوف كونتراكشن اسمها اينوتروبيك افكت،
وزيادة الهارت ريت اسمها كرونوتروبيك ايفكت. دي بتحصل على الهارت نتيجة ايه بقى؟ ان البيتا 1 ريسبتورز اللي موجودة على الهارت عمل لها ايه؟ الادرينرجيك فايبرز عملت لها ستيميليشن، عمل ستيميليشن. كده يبقى الهارت، لو ناخد بالنا الهارت ايه استيميليتد بانهي تو ريسبتورز؟ الهارت استيميليتد بالالفا 1 والبيتا 1، مش كده؟ بالظبط. تاني ريسبتورز اللي هي البيتا 2 ريسبتورز، البيتا 2 ريسبتورز عندي على السمباثيك اورجنز هتسبلاي البرونكاي، هتسبلاي البلاد فيسلز، وهتسبلاي الوول الموجود برضو في الجاسترو انستاينال تراكت في الانتستين، والوول بتاع البلادر بتاعي. يبقى انا عندي البيتا 2 ريسبتورز على ثلاثه اورجنز، برونكاي، بلاد فيسلز، الوول، الوول اوف ايه؟ انتستين اند بلادر. الوول اوف انتستين اند بلادر بتعمل عليهم ايه؟ البيتا 2 ريسبتورز اول ذا تايم انهبيتوري، اول ذا تايم انهبيتوري. فهتعمل انهبيشن للبرونكاي. يعني ايه انهبيشن للبرونكاي؟ يعني برونكو دايلاتيشن. ليه؟ لان انهبيشن للبرونكاي هيعمل دايلاتيشن في البرونكاي، هيعمل ريلاكسيشن في المصل، فيحصل توسيع في البرونكاي، في الدايمتر بتاع البرونكس بتاعتي هتوسع. كمان هيعمل انهبيشن للسموث مصل بتاعت البلاد فيسلز، فبرضه يحصل فيها فازو دايلاتيشن. انهبيشن للوول بتاع الانتستين، فبرضه هيحصل فيها ايه؟ ريلاكسيشن. وانهبيشن للوول بتاع اليورينري بلادر، فبرضه هيحصل فيه ريلاكسيشن. يبقى بيتا 2 ريسبتورز all the time inhibitory، always inhibitory. الريسبتور الثالثه اللي هي البيتا 3، بيتا 3 ريسبتور. البيتا 3 ريسبتورز ليها اكشن، اللي هو هي ليها اكشنز على الاديبوز تيشو اللي هي الفات سيلز بتاعتي. كانت بتعمل ايه؟ كانت بتكسر الليبيدز بتاعتي الفري فاتي اسيد، ودي بالظبط زي الايفكت اوف ذا سمباثيتك على الليفر. كان الليفر بيعمل تكسير في الجلايكوجين عشان يحوله الجلوكوز واخد منه انرجي. نفس الشيء هنا السمباثيتك بيشتغل على الاديبوز تيشوز، يكسر الليبيدز يطلع لي منها فاتي اسيد برضو كسورس اوف انرجي تو بي يوزد ان ماسل كونتراكشن اللي انا محتاجاها في الفايت. لو نفتكر يبقى البيتا ريسبتورز بتاعتي هي تالت ريسبتورز، تالت نوع من البيتا ريسبتورز، ودي بتعمل لايبوليسيس. الاكشن بتاعها على الفات سيلز او على الاديبوز تيشو بتعمل لايبوليسيس، بتزود اللايبوليسيس، فبالتالي بتزود الفري فاتي اسيد اللي هي الفري فاتي اسيد اللي بتسيركيليتنج ان ذا بلاد. يبقى كده ده الجدول، هو الكلام اللي احنا قلناه كله تجميعة عشان نبقى عرفنا التاني، ان الالفا 1 always excitatory والبيتا 2 always inhibitory. عندي الافكت بتاع الادرينرجيك ريسبتورز على الاورجانز بتاعي يا اما الفا through the alpha receptors يا through beta receptors. والالفا ريسبتورز كنا قلنا الفا 1 والفا 2، والبيتا ريسبتورز قلنا بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. الالفا 1 كانت اولويز اكسايتاتوري وعرفنا الاورجنز بتاعتها، كان الهارت وبلاد فيسلز سبلين سفنكتر، فاكرين هارت بلاد فيسلز سبلين سفنكتر. وكان عندي الالفا 2 اللي هي كانت بتبقى انهبيتوري، لانها كانت بتبقى انهبيتوري على الوول بتاع الجاسترو انستاينال تراكت. بيتا 2 كانت اولويز انهبيتوري، فبدانا بيها الاول لان هي اولويز هي الانهبيتوري اكشن بتاعها واضح جدا على الفيسلز وعلى البرونكاي وعلى الوول بتاع البلادر والانتستين. بيتا 1 كانت بتبقى على الهارت وكانت اكسايتاتوري بقى بالعكس مش انهبيتوري، وعلى الهارت بتزود الفورس اوف كونتراكشن وبتزود الهارت ريت. انما بقى الافكت على الهارت، بصوا بقى الهارت هنا كاتبين احنا ايه؟ كاتبين ان الهارت الالفا 1 والبيتا 1 الاثنين كانوا على الهارت بيعملوا ايه؟ هنا بيزود الكونتراكشن اوف ذا هارت وهنا بيزود الفورس اوف كونتراكشن اوف ذا هارت. يبقى الهارت ليه تو ريسبتورز بيعملوا له ستيميليشن اكسايتيشن اند كونتراكشن اللي هم الفا 1 وبيتا 1. يبقى الفا 1 وبيتا 1
always excitatory on the heart. Alpha 1, beta 1, always excitatory on the heart. الحاجات دي مهمة نبقى عارفينها. الالفا 1 والبيتا 1 always excitatory on the heart. والانتستين كان في 2 receptors بيعملوا لها inhibition, alpha 2 وبيتا 2. ليه احنا بنقول الحاجات دي مهمة؟ لأن الجزئية بتاعت الادرينرجيك ريسبتورز وحتى لما ناخد الكولينرجيك ريسبتورز دي ليها دي الباك جراوند بتاع ان انا اعمل بتاع الفارماكولوجي. يعني الدكاترة بتوع الفارماكولوجي هيبتدوا بعد كده يشرحوا لكم ايه الدراجز اللي بتشتغل على الريسبتورز دي. لو انا عايزة ادي للعيان دواء يعمل له زيادة في الهارت ريت يبقى انا هدي له دواء يشتغل على انهي ريسبتورز؟ على بيتا 1 ريسبتورز بالظبط. لو واحد جاي يشتكي ان عنده ضربات قلب، عنده تاكي كارديا، عنده تاكي كارديا جامدة جدا، هدي له دواء يعمل ايه؟ ينهبت البيتا 1 صح؟ يبقى القصة بتاعت الريسبتورز اللي موجودة عندي دي مهمة جدا كباك جراوند ان انا افهم علم الادوية، افهم الادوية بتشتغل ازاي. من هنا بيعملوا الدواء، من هنا بيصنعوا الدواء، بيصنعوا انك تبقى عارف الريسبتورز دي هتعمل ايه على الهارت، ولو الريسبتور دي بقت ستيميليتد الاكشن بتاعها هيبقى ايه على الاورجن ده. يبقى انا ساعتها لو اديت دواء ينهبت الريسبتور هشتغل اعمل انهبت الاكشن، لو اديت دواء يزود الاكشن بتاع الريسبتورز يبقى انا هزود الاكشن بتاع الايه اللي على الاورجن. يبقى انا كده فهمت الدراجز هي بتشتغل ده الباك جراوند بتاعها. الدراجز بتاعتي علم الفارماكولوجي لما تاخده مع ان شاء الله في قسم الفارماكولوجي هتعرفوا ان هم هيبداوا لكم يقولوا لكم الدراج ده شغال على الريسبتورز دي والدراج ده شغال على الريسبتورز دي، وعندنا ادويه بتشتغل على الكولينرجيك، في ادويه بتشتغل على الادرينرجيك، في ادويه بتشتغل على البيتا 1 بس، في ادويه بتشتغل على البيتا 2 بس، في ادويه بتشتغل على الثلاثه وهكذا. يبقى هي الجزئيه دي مهمه جدا كباك جراوند ان احنا نفهم ايه الادويه. وبالتالي لازم نبقى عارفين الميكانيزم اوف اكشن اوف ادرينرجيك ريسبتورز. عندي الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3، كل واحد منهم بيشتغل ازاي. الحته دي فيها شويه كلام كتير ممكن يكون هتاخدوه بتوسع اكتر بكتير ان شاء الله في سنه تانية، بس لازم نفهم برضو جزء منه هنا لان برضو هتاخدوه كمان في الفارماكولوجي، فلازم ايه يبقى عندكم شويه باك جراوند من عندنا في الفسيولوجي. اول ريسبتورز عندي اللي هي الالفا 1، الميكانيزم اوف اكشن اوف الفا 1 ايه؟ احنا خدنا ان الالفا 1 اولويز اكسايتاتوري، وهي اكسايتاتوري يعني بتعمل ايه؟ كونتراكشن اوف ذا ماسل، هتعمل كونتراكشن للماسل عشان تعمل بقى ايه؟ كونتراكشن في السبلين ماسل والهارت وهكذا. طب والكونتراكشن اوف ذا ماسل هتاخده ان شاء الله لما تكبروا ان في الماسل، حتى عندنا الموديول في بقيه الموديول الماسكولوسكيليتال، ان المسل عشان تكونتراكت محتاجه كالسيوم، وداوت كالسيوم المسل عمرها ما هتعرف تكونتراكت، فلازم عشان الكونتراكت المسل لازم الكالسيوم يزيد، لازم الكالسيوم يزيد، لازم الانترا سيلولار كالسيوم انسايد ذا مسل يزيد، فالمسل يحصل فيها كونتراكشن، السموس مسل بتاعتي يحصل فيها كونتراكشن. طب الكالسيوم هيزيد ازاي جوه المسل؟ بطريقه بسيطه جدا، ان الريسبتورز دي اللي هي الالفا 1 ريسبتورز لما يجي يشتغل عليها النود ادرينالين هيعمل لها ستيميليشن. هي ماسكه في بروتين هنا اسمه جي بروتين، اسمه جي بروتين. الجي بروتين ده هو هيبقى ستيميليتد لما الايه الريسبتور يبقى ستيميليت، هيعمل شويه رياكشنز لان الريسبتورز واقفه هنا على الممبرين. لازم ازاي هنوصل الرساله بتاعت ان الريسبتور ده ستيميليتد لجوه عشان نطلع الكالسيوم والكالسيوم يزيد جوه الماسل ازاي؟ لازم في شويه رياكشنز تحصل جوه الخليه بتاعتي، جوه الاورجن السيلز بتاعته دي، علشان نوصل في الاخر ان الماسل تكونتراكت. هنوصل الرساله بتاعتنا ازاي؟ يقول لك بنوصلها عن طريق سكند ماسنجر، رسول كده، هنا في رسول هيوصل الرساله ويبتدي يعمل لي شويه رياكشنز جوه الخليه. هيوصل الرساله ده بيبقى عباره بقى عن انزايم مينلي، يعني هو اللي هيشتغل يبقى ستيميليتد ويوصل الرساله لحد ايه؟ ان يزود الكالسيوم ليفل بتاعي. فالانزايم اللي هيشتغل هنا اسمه فوسفولايبيز سي، فوسفولايبيز سي، والفوسفولايبيز سي ده هي في الاخر هيزود لي حاجه اسمها انستول تراي فوسفيت وداي اسايل جليسرول. دول بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من حاجه اسمها فوسفو انستول تراي فوسفيت.
الكلام ده لو بصيتوا عندكم في الورق في الكتاب مش هتلاقوه مكتوب، هو مش مكتوب هنا بس مكتوب بعد شويه في الكولينرجيك ريسبتورز، فانا بقوله لك دلوقتي عشان لما اجي اشرح لك الكولينرجيك ريسبتورز تبقى فاهمه وايه مستوعبه برضو. طيب الكولينرجيك اللي هيحصل ان الالفا 1 ريسبتورز لما تبقى ستيميليتد هتعمل ستيميليشن لانزيم اسمه فوسفولايبيز سي، والفوسفولايبيز سي ده بعد كده هيحول الفوسفيت انستول ترايفوسفيت لانستول ترايفوسفيت وداي اسايل جليسرول، ودوت الانستول ترايفوسفيت هو اللي هيزود الكالسيوم ليفل جوه المصل وبالتالي المصل تكونتراكت. دي اول ريسبتورز عندي. تاني ريسبتورز اللي هي الالفا 2 هي برضو ماسكه في جي بروتين، بس الحقيقه هي المفروض الاكشن بتاعها الالفا 2 اولويز انهيبيتوري، اولويز انهيبيتوري يعني هتعمل المصل سموث مصل ريلاكسيشن، هتعمل ريلاكسيشن في المصل. طيب هتعمل ازاي ريلاكسيشن؟ يقول لك الريسبتورز بتاعي ماسك في برضو اللي هيوصل الرساله هنا انزيم اسمه ادينايل سايكليز انزيم. الادينايل سايكليز انزيم ده هيحول لي حاجه اسمها الاي تي بي لسايكليك اي ام بي، اي تي بي لسايكليك اي ام بي. سايكليك اي ام بي ده الليفل بتاعه لما نعمل انهيبيشن الادينايل سايكليز هيقل مش هيزيد، هيقل مش هيزيد، وبالتالي السايكليك اي ام بي لما يقل هو هي انهبت المصل والمصل مش هتبقى ريلاكسد. يبقى انا كده عرفت ان الريسبتورز بتاعتي اللي هي الالفا 2 دي انهبيتوري او بتعمل انهبيشن لانزيم اسمه ادينايل سايكليز، والادينايل سايكليز ده هيقلل لي السايكليك اي ام بي، واول ما الخليه تشوف السايكليك اي ام بي قل هيحصل فيها ريلاكسيشن. تاني ريسبتورز عندي اللي هي البيتا ريسبتورز، والبيتا ريسبتورز في بيتا 1 2 اند 3. ال1 وال3 الاثنين بيبقوا مينلي اكسايتاتوري فليهم نفس الاكشن، بيزودوا بقى هما هيشتغلوا برضو على الادينايل سايكليز انزيم يزودوا لي السايكليك اي ام بي ليفل والمصل يحصل فيها كونتراكشن. يبقى عرفنا ان لما السايكليك اي ام بي هنا قل حصل فيه ريلاكسيشن في المصل، ولما السايكليك اي ام بي هنا حصل كونتراكشن في المصل. فاضل بقى الريسبتورز اللي هي البيتا 2. البيتا 2 ريسبتورز الحقيقه كتبتها لوحدها لان هي اكشن مختلف، هي برضو على فكره ماسكه في جي بروتينز، وبرضو هتشغل ده الاي سي ده اللي هو الادينايل سايكليز انزيم، هتعمل له ستيميليشن وتزود لي برضو سايكليك اي ام بي. ايه ده؟ طب ما هي البيتا 2 ريسبتورز انهيبيتوري مش اكسايتاتوري، البيتا 2 كانت انهيبيتوري، فلما تزود السايكليك اي ام بي انا اتوقع ان السايكليك اي ام بي لما يزيد هيعمل كونتراكشن. يقول لك لا، هو هنا لما بيحصل زياده في السايكليك اي ام بي بيطلع شويه انهيبيتوري انزيمز او انهيبيتوري سبستنس، الانهيبيتوري سبستنس دي بتعمل ايه؟ بتعمل نقص في الكالسيوم، بتعمل نقص في الكالسيوم، بتعمل نقص في الكالسيوم ثرو ان في انهيبيتوري سبستنس في النص كده بتطلع، فبتعمل نقص في الايه؟ في الكالسيوم، والكالسيوم ده احنا مهم في الكونتراكشن، والكونتراكشن ساعتها هنا مش هيحصل وهيحصل بداله ريلاكسيشن. يبقى برضو البيتا 2 حصل فيها زياده في السايكليك ام بي، بس عشان حصل ريليز بعديه لانهبيتوري سبستنس، الانهبيتوري سبستنس دي هي اللي هتخلي يحصل ايه؟ يحصل ديكريزنج في الكالسيوم، والكالسيوم بعد كده هيعمل ريلاكسيشن مش كونتراكشن في المصل. يبقى البيتا 2 ريسبتور زي ما قلنا هو بتزود السنسز اوف انهيبيتوري سبستنس، والبيتا 1 ريسبتورز عملت زياده في السايكليك ام بي، البيتا 2 عملت زياده في السايكليك ام بي، البيتا 3 عملت برضو زياده في السايكليك ام بي. اخر حاجه اللي هو بقى النور ادرينالين والادرينالين، انه واحد فيهم بيشتغل اكتر على الالفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز؟ يعني انا لو دلوقتي احط قدام الالفا ريسبتورز ادرينالين ونور ادرينالين، مين اللي هيمسك الاول؟ مين اللي هيبقى البيتا ريسبتورز او الالفا ريسبتورز عايزه تمسك فيه؟ يقول لك النور ادرينالين ريسبتورز فيري سنسيتيفلي اكتر بكتير من الادرينالين، يعني الالفا ريسبتورز بتمسك في الادرينالين نور ادرينالين اكتر. البيتا ريسبتورز العكس، هي بتمسك في الادرينالين اكتر من النور ادرينالين، وكمان اكتر منهم هما الاثنين دراج اسمه الايزوبرينالين. ده دراج، الادرينالين والنور ادرينالين دول هرمونز موجودين في جسمي، ترانسميترز موجوده في جسمي، انما الايزوبرينالين ده دراج. لو انا حطيت الثلاثه قدام البيتا ريسبتورز هتمسك في دراج قبل الادرينالين والنور ادرينالين.
دي اللي بيسموها sensitivity to the drugs أو to the chemical transmitters. طيب هنعمل ايه بقى في الترانسميترز؟ خلاص الترانسميترز عمل الاكشن بتاعه وعمل الافكت على الاورجن، عمل استيميشن ريسبتورز وخلاص والاورجن اشتغل. هل هيفضل الاورجن ده شغال طول الوقت؟ لا، لازم اوقف القصه دي، هوقفها ازاي؟ لازم الريسبتورز بتاعي ما يروحلوش تاني نيورو ترانسميترز، النيورو ترانسميترز يطلع يفضل يعني يقف خروجه من الايه، من البريجاليون ريسبتورز اللي هي انا خلاص شرحنا الريسبتورز اللي موجوده على البوست جانجليونيك نيرون. طيب هل في ريسبتورز موجوده في البري جانجليونيك نيرونز عند السينابس بس الناحيه الثانيه اللي هي البري سينابتيك؟ اه، يقول لك في ريسبتورز ثانيه موجوده بري جانجليونيك، موجوده قبل الجانجليا في النيرون الاولاني، سموها بري سينابتيك ريسبتورز. البري سينابتيك ريسبتورز ايه وظيفتها؟ قال لك وظيفتها ان لما بيحصل خروج النور ادرينالين من الفيسيكلز ويبقى موجود هنا في السينابتك اريا دي، بيحصل ايه؟ بيحصل ان بعد شويه الريسبتور دي بتبقى زي ما دي ستيميليتد وعملت ستيميليشن للاورجن، كمان دي هتبقى ستيميليتد، ولما تبقى ستيميليتد البري سينابتك ريسبتورز هتروح على الفاسيكلز وعلى الاورجن نفسه وتقول له كفايه كده، ما تخرجش تاني نور ادرينالين، ما تخرجش تاني نور ادرينالين، تعمل انهيبيشن للريليز اوف نور ادرينالين. وهما كده بيسموها اوتو ريسبتورز، يعني ريسبتورز جوه النيرون نفسه اللي خرج الترانسميترز عملت له انهيبيشن، عملت نيجاتيف فيدباك، عملت نيجاتيف فيدباك ايه للنيرون ده. يبقى تاني النيرون البري سينابتك نيرون هيطلع الترانسميترز الكيميكال ترانسميترز، والترانسميترز هيروح يأفكت تو ريسبتورز، الريسبتور الاولانيه اللي موجوده على الاورجن وده احنا عرفناه، وهيعمل الاورجن ستيميليشن، كمان هيعمل ستيميليشن لانذر ريسبتورز موجود بس على نفس النيرون اللي طلعه، بس على النيرون اللي هو البري سينابتك نيرون. لما الريسبتور دي تبقى ستيميليتد هتعمل ايه؟ هتبعت امبلس للنيرون نفسه وتقول له ما تطلعش انذر ترانسميترز، بطل خروج الترانسميترز، واللي هو بنسميه النيجاتيف فيدباك. ده لما بتكون الريسبتورز الفا ريسبتورز اللي هي تبقى ريسبتورز بري سينابتك الفا، بتخرج النور ادرينالين ايه يعني الاول بيخرج بعد كده هي بتقلل ايه الريليز بتاعه. لو البري سينابتك ريسبتورز دي كان نوعها بيتا ريسبتورز لا هتعمل بوست فيدباك وتعمل زياده في الريليز اوف نور ادرينالين مش ديكريز، هتعمل انكريز للريليز اوف نور ادرينالين. كده يبقى القصه بتاعت الادرينرجيك ريسبتورز خلصت. عرفنا الادرينرجيك ريسبتورز انواعها ايه، قلنا الفا وبيتا، وعرفنا ان كل واحده منهم ليها كذا نوع برضو، عرفنا السايت اوف ريليز او موجوده فين الريسبتورز دي على انهي اورجنز، بتعمل عليها ايه، والميكانيزم اوف اكشن لما الريسبتورز دي تبقى ستيميليتد ليه بتعمل الاكشن ده، حصل ايه جوه السل نتيجه الاستيميليشن بتاع هذا الريسبتورز. عرفنا ان في حاجه اسمها بري سينابتك، كل ده مهم جدا في الادرينرجيك ريسبتورز. يا ريت نذاكر الحته دي كويس جدا لانها الحقيقه مهمه، وبرده فيها حاجات كتير تلخبط ومحتاجه تتذاكر على طول علشان لما نشرح الكولينرجيك ريسبتورز يبقى الدنيا ايه كده مش ملخبطه معانا. هتحصل بالقصه بتاعت ايه بقى؟ الفيت اوف ادرينالين اند نور ادرينالين. احنا عندنا الادرينالين بعد ما خرج او النور ادرينالين من الفيسيكلز هيروح على الريسبتورز وستيميليت الاورجن. بعد كده هنفضل طول الوقت كده شغال طول الوقت الترانسميترز بتاعي؟ لا، لازم نوقفه، ما يفضلش شغال، لان لو فضل مشغل الاورجن كده مشكله، مش المفروض ان المصل تفضل طول الوقت كونتراكتد، لازم ليها وقت تبقى ريلاكسد. فبيقول لك ازاي بنتخلص من هذا النيورو ترانسميترز؟ بنتخلص منه بطريقتين. اول طريقه ان انا ارجعه تاني، اقول له تعالى لي تاني، وايه البري انجليونيك تقول له تعالى لي تاني، فيخش عندها جوه تاني بحاجه اسمها اكتف ري ابتيك. بنتخلص من النيورو ترانسميترز بتاعي بالاكتف ري ابتيك تقريبا 80 ل 90% منه، يعني الكيميكال ترانسميترز تقريبا كلها من 80 ل 90 بيدخل تاني جوه الايه السينابتك نوب او الايه
البريسينابتك نيرون مره تانية جوه الايه النيرون. طيب دي اول طريقه. تاني طريقه ان انا اكسره بقى، ان انا اعمله ديجراديشن. يقول لك لما بيدخل او حتى وهو بره في انزيمز بتشتغل عليه. اول انزيم اسمه مونو امين اوكسيديز. مونو امين اوكسيديز ده انزيم موجود انتراسيلولر، موجود جوه الايه البريسينابتك اندينجز، موجود جوه النيرف اندينجز هنا. هو المونو امين اوكسيديز ده لما بيشوف الاستالكولين بيكسره، لما بيشوف النور ادرينالين بيكسره، وبالتالي كده انا عملت له ان اكتيفيشن. وكمان في واحد انزيم تاني موجود برضو بس اكسترا سيلولر، موجود اكسترا سيلولر مش جوه الاندينجز، اسمه كاتيكول من كاتيكولامينز، كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز. كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز ده موجود اللي هو الكومت. الكومت ده موجود اكسترا سيلولر، انما الماو موجود انترا سيلولر. بس الطريقة الأساسية أو الأكتر اللي بنتخلص بيها بالنور أدرينالين والأدرينالين اللي هي الأكتف ري أبتيك. وطبعا إحنا فاهمين ليه هي أكتف، علشان أجينست كونسنتريشن جريدينت، هنا كميته جوه أكتر. والطريقة التانية اللي هي إن أنا بتخلص منه بالديجراديشن، ودي 10 ل 20% بالماو والكومت إنزيمز. يتبقى